معنى آية ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وردت في سورة البقرة آية كريمة تتحدث عما حدث لأصحاب السبت، ألا وهي قول الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ويسأل الكثيرون عن معنى آية ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقصة أصحاب السبت وما ترشد إليه هذه الآية. قبل بيان معنى آية ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يجب التعريف أولا بأصحاب السبت، فهم جماعة من بنو إسرائيل عاشوا في قرية من قرى بني إسرائيل المطلة على البحر، وعلى ذلك فمن الطبيعي أن يكون عمل أغلب أهلها في صيد الأسماك. تبدأ قصة أصحاب السبت من حيث أن الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت، ثم ابتلاهم بكثرة الحيتان في هذا اليوم حتى أنهم كان باستطاعتهم صيدها باليد. وكان نتيجة ذلك أن أصر بعض أهل هذه القرية على الصيد، فقاموا بعمل حيلة وهي وضع الشباك يوم الجمعة لتمتلئ بالحيتان يوم السبت، ثم يقومون بإخراج ما تم اصطياده يوم الأحد، وعندما قاموا بشوائها تساءل الناس فقاموا بإخبارهم. حينها انقسم المجتمع إلى 3 أقسام: قسم أعجبتهم الحيلة وقاموا بتطبيقها، وقسم كرهها، وقسم أغضبهم ما فعل القسم الأول فقاموا بنصحهم وإرشادهم واستمروا على ذلك. لكن عندما أصر القسم الأول على عنادهم قام أهل الإصلاح بمغادرة القرية وبناء سور بينهم وبين العصاة، وعندها عاقب الله عز وجل هؤلاء العصاة بمسخ شيوخهم إلى خنازير وشبابهم إلى قردة. وعلى ذلك فإن المعنى الإجمالي لقوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أن الله عز وجل يخاطب اليهود قائلا لهم: لقد علمتم وأدركتم ما حل بأهل القرية التي عصت الله عز وجل عندما خالفوا العهد والميثاق الذي أخذه الله منهم بتعظيم يوم السبت. فكان نتيجة هذا العصيان أن أنزل الله عز وجل بهم العقوبة، حيث أنه مسخهم إلى قردة ذليلين مهانين. ولا بد من الإشارة إلى أن القردة والخنازير الموجودة الآن ليست من نسلهم، وذلك لأن الله لم يجعل لممسوخ نسلا، وذلك دليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك.